لو حابب تكون مهندس مكتب فني او تنفيذ، فاساسي بالنسبه لك يبقى عندك القدره على حصر الكميات، سواء كانت خرسانات، تشطيبات، او حتى اوزان الحديد بالتفصيل. وده الهدف الرئيسي من كورس حصر الكميات المتكامل. بنبدا مع بعض نمسك بند بند من اول القواعد باختلاف انواعها حتى الاسقف باختلاف انظمتها، ونتعلم مع بعض اسس حصر الخرسانات والحديد مانيوال، ثم التطبيق على اربع مشاريع حقيقيه منفذه على ارض الواقع. عندنا مشروع عماره سكنيه ومستشفى ومشروع خزان، وبنختم بمشروع بنحصر فيه بنود التشطيبات المختلفه زي المباني والمحاره والدهانات والتكسيات والكرانيش والجبسون بورد. التطبيق هيكون على برنامج الاوتوكاد، وبرامج صغيره بتضاف على برنامج الاوتوكاد بتسهل وبتسرع عمليه الحصر جدا، اسمها الاثبات. والاهم من ده كله ان احنا بنتعلم مع بعض معادلات الاكسل عشان تقدر تعمل شيتات الحصر بنفسك.